بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا صبايا بقناتكم قناة كشك والبسمة. اعذروني كنت غايبة عنكم الفترة اللي فاتت بسبب ظروف السفر، وأنا بس أطلع برات البيت بيبقى النت بيتعذر علي إنه أقدر أحمل على اليوتيوب، يعني يدوبك النت بيكون فقط للتواصل. الشال ده أنا حتى نزلت لكم إعلان عنه صبايا إنه هو قيد التنفيذ، لأن في صبايا طلبوا مني بالنسبة للشال ده. والله ما بعرف شو اسمه، هو شال يعني مشبك كده، هو شال ربيعي مفتح كده. أنا بلاقيه حلو كتير إنه يلتبس فوق السواريهات مثلا بإمكانه الواحد، أو يعني الأشياء الكات كده بتبقى حلوة. النوع من الشالات ده هو سهل، ما في شي صبايا، بس هو حلاوته انه يكون لونين، ولو بتحبوا لون واحد هلأ رح نحكي فيه. بالنسبة للمقاس تبعه كمان وشكله، هون شكله مثلث، ان شاء الله كمان ممكن نعمل نسخة مستطيلة، لان انا مجرد ما بنزل اي شغلة مثلثة مباشرة بتقولوا لي ازاي حنعملها مستطيل، فانا بفضل الله ان شاء الله حلينا يعني كمان شغلة المستطيل. والشال ده يمكن نكون عم بالغ اذا قلت لكم حصري، لان انا دورت، كانوا طلبوه صبايا انه يلتقى له فيديو، انا دورت عربي واجنبي وما لقيته على اليوتيوب، وما له بترون، فانا اعتمدت على الصورة اللي رح افرجيكم دي، يعني صورة الشال. قربت الصورة بس وحاولت وربنا يسرها، الحمد لله رب العالمين. الشكل اللي أنا عملته هون هو شكل مثلث، بس ما هو شال كبير صبايا. أنا عملته أول شيء كنت عملته مشان نكون نموذج يعني إلكم، فعملته شال سكارف يعني للرقبة من قدام كمان، ومع ذلك مقاسه كبير يعني أكبر من إنه يتعمل شالي فقط مشان نحكي عن آلية العمل. إن شاء الله رح نبتدي فيه صبايا، هو سهل كتير، ما بياخد منكم يعني وقت ومجهود بالتعلم، يعني غرزة سهلة، بس أنا حبيت فرجيكم إنه أنا ابتديت عشان أشوف إنه رح أقدر أعمل الغرزة ولا لا. أهو عملتها يعني على شكل صغير، ولقيت حتى الشكل حلو كتير، لأنه بإمكاننا إنه بقى نعمل منه كوليهات حلوة كتير للصبايا. دخلوا الالوان اللي انتم بدكم اياها. الشكل كمان شوفوا هون عملت لكم يا وردي، يعني نفس الشكل اللي عملت عليه الشال، ولقيت فيه سهوله بتنفيذه الحمد لله رب العالمين. عملت لكم شكل اخر مشان اللي ما بيحب، لانه بامكاننا نغير شكل الوردي كمان. هون جربت عملت لكم يا قلوب، فانتم احرار بانكم تعملوا شكل القلب، وانا رح اقول لكم كيف بينعمل ان شاء الله شكل القلب. اهو يعني هون ورده صبايا، هون عملته بشكل قلب. كمان الاختلاف الثاني شوفوا كمان ده عملته كوليه، يعني لما عملت النموذج قلت خلاص بيبقى كوليه حلو للصدر. لما عملته جربت صبايا انه ما يكون التعليق على عنق الوردة، هنا شوفوا التعليق، فهذا بيخلي احيانا الوردة وانتو لابسينها بدها تقلب معكم، يعني ما في مجال. انما بهي الطريقة اللي انا علقت فيها على حرف التشكيل، سواء بتكون تشتغلوها وردي او بتكون تساوي القلب، انا علقت فيها بالطرف بنص القلب هون، هذا اللي بيخلي القلب دائما بالنسبة لكم مفتوح ومفرود. تمام ان شاء الله اذا لقيتوا عجبكم قولوا لي لحتى نرجع نعمل كلية القلوب ده. وهي هلأ هون الورد. كمان جربت انه اعمله مستطيل، الحمد لله رب العالمين باذن الله بنعمله تبقى مستطيل، ولو انه دائما بتطلبوا صبايا المستطيل لاشكال هي بالاساس معده انها تكون مثلثه وبيبقى جمالها بالمثلث، ومع ذلك بتطلبوا الشكل المستطيل رغم انه بعد تعبه ما بلاقي عليه اي اقبال، ما بلاقي عليه مشاهدات، وبيستهلكني اكثر وبياخذ وقت اكثر، مع ذلك ما بقدر الا انه اقعد افكر وابحث ولبي طلباتكم. هذا لوحدي والله انا اجيت يعني قعدت ظبطتها هندسيا وظبطنا الشكل المستطيل، لكن انا بنصحكم بهذا الموديل بالشكل المثلث، لانه هو بالاساس معتمد صبايا على انه يكون تشبيك ويبقى يكون في بطرفه تناقص. هلا اللي بده يعمله بالنهايه له شراشيب، انا ما استحليت الشراشيب لهذا الموديل صبايا، الموديل الاصلي بتبقى بتشوفوا الشرشوبه متعلقه هنا بوسط الورده، يعني هون بنفس الورده دي بالوسط فيكم تعلقوا الشرشوبه، ما بدكم تعلقوها هون، علقوها بالمسافه اللي بين الوردتين انتوا احرار. انا ما استحليت الشراشيب للموديل ده، لقيت انه الداير هيك بيبقى احلى، وكل واحد هو وذوقه على بركه الله. نبتدي يلا بينا، رح نحكي بخط البداية صبايا. الأول
البداية الأصلية للشال الأصلي هو معمولة بس سلسلة، ما معمول سطر العمود. أنا بفضل إنكم تعملوا سطر العمود، رح يكون التعامل مع الشال أحلى وأسهل، وده رح يعطيه شوي تقل للشيل. أنا عملته هون عمود بلفتين، يعني السطر الأول عملته عمود بلفتين. طيب الشغلة الثانية، أنا حبتدي الشال منين؟ الشال ما بيبتدي من تحت صبايا، لا بيبتدي من الكبير وبينتهي بالصغير. يعني أنا بدي أخذ طول الشال كله اللي بدي أعمله، أنا عايزاه مترين، 170، 100، اللي انتو عايزينه صبايا. اذا البعد او الطول النهائي بنبتدي فيه مش بننتهي فيه. شوفوا انتو عندكم شال مثلث مثلا قديم بدكم تشتغلوا عليه، او طرحة عادي ما عندها شال مثلث، تحط الطرحة بتاعتها وتشوف لوين بدها توصل بطرفي الشال من الامام، وهذا يفضل كمان يكون شوي واسع صبايا، يعني طويل، حتى تقدروا تلفوه مثل ما بدكم، تتحكموا فيه مثل ما بدكم. إذا بيبتدي من سلسلة البداية من أكبر بعد بالنسبة للشال، يعني البعد النهائي أو القياس النهائي بتبتدوا فيه. بتقيسوا بتكون تعملوا 170 سنتي مثلا، فإذا بتعملوا سلسلة بمقدار 170 سنتي. نجي بعدين مشان الأعداد هون، إنه مضاعفات أي أعداد لما يخلص معنا الشغل رح يبان إنه ليش ما منحدد من البداية. انا اخترت، انا صبايا اخترت البعد ما بين التشكيل الاول، يعني ما بين طرفي السلاسل، اخترت 7 اعمدة. انتو بامكانكم توسعوه اكتر، بامكانكم تصغروه اكتر، اختاروا، لانه انا عملت اكتر من نموذج واستحليت هذا البعد، زبطته انا انه 7 لقيته حلو. بدكم تعملوا مثلي، فاذا بتعملوا السلسلة بالطول اللي بدكم اياه، وبتراعوا انه يكون عدد السلاسل من مضاعفات العدد 7. إذا هي أول شيء حكينا بالبداية، والسبعة دي بس مشان البعد ما بين السلسلة والسلسلة، لأنه رح تبقى ثابتة. برد بكرر، بتكون البعد أكبر اعملوا أكثر من 7، حابين تعملوا على 10 أوكي. طيب المعلومة الثانية، أنا عملت مثلا ده النموذج ده صبايا الصغنن ده، عملته هون على 8 سلاسل دي، بس الخيط هنا أتخن، هنا عملت البعد على 10 سلاسل لأنه خيطي أرفع، وأنا يعني بعد التجربة اخترت عدد السلاسل. إذا ده كمان عدد السلاسل هنا اختياري، أنا عم بعطيكم خلاصة التجربة. إذا بدكم تاخدوا شالي شالي طلع بالنهاية ممتاز جدا من حيث المقاسات، فرح نحكي عنه. أنتوا بعدين حبيتوا تعملوا زيه وحبيتوا تغيروا براحتكم. أنا عملته هون على 10 سلاسل للطرف الأول، و10 للطرف الثاني، و10 بالوسط يلي بدنا نعمل فيها الدائرة اللي بدنا نعمل فيها البتلات بتاعت الورد. بالنسبة للألوان، بتحبوا تعملوا لون واحد براحتكم، بتحبوا تعملوا لونين، وأنا بفضلوا ليه اللونين رح يسهل عليكم العمل صبايا. لما نيجي نشتغل رح يعني ونحن عم نشتغل، أنا مثلا بكون عم بشتغل بالسطر الأوف وايت، بيجي بدي اشتغل بعدها بيضيع مني إذا ما كان لون تاني، يعني بيبقى أسهل عليكم إنكم تشتغلوا بلونين، وبالنهاية كمان ذوقكم. الشال ده كمان أنتم مضطرين تقطعوا الخيط حتى لو كان لون واحد، لأنه شغله كله على وش واحد صبايا، يعني بنهاية كل سطر لازم نقطع ونرجع نثبت بأول بتل انتهت معنا هون ونشتغل. يعني هيك هيك بده ينقطع معكم الخيط، فإذا حبيتوا تعملوا ألوان أوكي، بكون تعملوا لون واحد براحتكم. أنا الخيط اللي اشتغلت فيه الشال صبايا هو خيط كارما سوبر بيبي، الحقيقة خيط أنا بالنسبة إلي اكتشاف، حبيته كتير كتير، حبيته حتى أكتر من الأليز. أنا ما بعرف كيف مستقبله، إنه بيوبر أو ما بيوبر، ولكن بالشغل هو قريب كتير للأليس بيبي سكريم، بس لسه أحلى لأنه بيعطيكم هيك نوع من القطن. يعني إذا بتعرفوا نهايته بالغسيل أو بالكذا بيوبر، برد بقلكم أنا ما بقدر قلكم لأنه من زمان جربته، ولكن سلس كتير بالشغل، رفعه حلو، ألوانه حلوة كتير كتير، وأنا من هون وهيك رح أعتمد إن شاء الله كتير على خيوط كرمة بتنفيذ بعض مشاريع القناة. الإبرة اللي استخدمتها واللي هي بستخدمها دائما هي إبرتي دي، اللي هي بتبقى 4 بس على ستانلس. يلا حكينا كتير صبايا، بس بجد التفاصيل دي كانت مهمة ولازمة. نبعد شوي بس حتى ما الشال يلبكنا، تشيلوا كمان حتى نهائي حتى ما يضايق لكم خلقكم، اعذروا معلش شي ترغيصي لأنه أنا على سفر فالدوات مش متوفرة زي ما أنا عايزة. المهم قلت لكم انا البدايه بدكم تاخذوا الطول بدكم اياه، انا ابتديت بمضاعفات العدد 7، فاذا هي عقده البدايه.
ورح نبتدي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ورح كرر كمان. سبعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. اللي بتلاقي حالة إنه صعب عليها إنه بعدين تلاقي العدد وتقسم عليه سبعة، تكرر سبعة صبايا وتقيس السلسلة. كمان واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كرروا للطول اللي بدكم إياه. أنا كررت صبايا حوالي خمس مرات، خمسة في سبعة خمسة وثلاثين. ورح بعد ما ننتهي السبعة بنرتفع ثلاث سلاسل إضافي، إذا من مضاعفات العدد سبعة زائد ثلاثة، من مضاعفات أي عدد بدكم إياه زائد ثلاثة. ورح نلف نترك ثلاث سلاسل اللي أضفناها ونروح للسلسلة الرابعة ونشتغل عمود. برجع بقولكم صبايا ده سطر العمود بيزبط لكم الشال أكثر لو أنتم مش حابينه. أوكي، أنا عملته هون عمود بلفتين أهو. أنتوا بإمكانكم تعملوا عمود بلفة أو عمود بلفتين. رح نكمل صبايا بكل سلسلة عمود لحتى ننهي السطر كله. أهو كمل السطر للآخر. أنهيت الصبايا عمود في كل سلسلة. الآن خلاص رح نرتفع. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، يلي هو أنا قلت لكم مقدار السلسلة اللي أنا اخترتها. رح أقلب الشغل ورح نشتغل. واحد، دي خلاص صبايا العشرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، اللي نحن عملناها العشرة. العشرة دي حطوا ايدكم عند آخر سلسلة، حطوا ايدكم عند اخر سلسلة ما لهم علاقة لانه بالعشرة الثانية. بعد واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، دي عشان الحلقة. باول واحدة من العشرة ادخلوا واقفلوا بمنزلقة، اسحبوا خيطكم وطالعوا من الحلقة على الابرة، هيك بنكون قفلنا الحلقة اهي. تمام؟ نعيد. انا دائما بداية اي سطر صبايا مشان اللي انتباهوا ما معي اهو، هي انهينا السطر. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، ده حرف السلسلة الاول. حطوا ايدكم عند اخر سلسلة من العشرة لان دول بدنا نحافظ عليهم، ما بدنا يتغير العدد. ابتدوا بعشرة تانية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. طيب لازم عشرة هون؟ أبدا مش لازم، بس أنا اخترتها صبايا مشان تعطيكم الفتحة اللي داخل الوردة دي تظهر تبقى حلوة. لما عملت أقل الفتحة دي صغرت. الآن لأول واحدة من العشرة دول وقفلوا بمنزلقة، طلعوا وطلعوا من الحلقة على الإبرة، هيك بتكون صارت معنا هاي الحلقة. شو رح نعمل الآن؟ اقلبوا الشغل، ارتفعوا سلسلة واحدة. رح نشتغل. أنا بالنسبة إلي لو خيطكم أرفع، لو شغالين بأليس ديفا اعملوا عدد أعمدة أكتر. أنا اخترت خمس أعمدة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هاي خمس أعمدة، أول طرف بالبتلة سلسلة، ورجعوا اشتغلوا حشو بداخل الحلقة بهذا الشكل صبايا. كمان سلسلة ورح نعمل كمان خمس أعمدة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. سلسلة وحشو بداخل الحلقة، هيك عملنا البتل الثاني. سلسلة وخمس أعمدة كمان. واحد، اثنين، ثلاثة،
أربعة خمسة سلسلة آخر شي صبايا بالصوين بدي ثبت بنفس السلسلة اللي كنا قفلنا فيها الحلقة رح ندخل فيها أهو ونثبت بمنزلق. هيك بيكون شكل البدلة معانا جاهز. شو بدنا نعمل الآن؟ بدنا نرجع بعشر سلاسل تماما بنفس المقاس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. صار عندي هلا طرفي البتلة أهو. وين بدي ثبت الآن؟ واحد بصوا صبايا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهي السابعة. رح ثبت بحشو، ندخل بالإبرة وبنطلع من الحلقتين. هيك بكون ثبت أول بتلة أهي. رح نكرر بالتكرار صبايا، إذا شغلة لقيتوها إنه لسه ما وضحت هلأ بالتكرار بتمان معنا. الآن صبايا بدنا نكرر البتلة التانية، رح نطلع كمان بعشر سلاسل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ده أول ذراع. الآن عندي دائرة البتلة بتاعت الوردة، رح أحط إيدي على آخر سلسلة أهي، حطوا إيدكم عليها حتى ما ينقص عليكم واشتغلوا عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. العشرة دول حلقة، نجي على أول سلسلة من العشرة بندخل نسحب خيطنا وبنطلع من الحلقة للإبرة هيك مشان نثبت بمنزلقة. بعد ما بنشتغل الشغلة دي بنقلب للخلف كده، نرتفع سلسلة، نشتغل خمس أعمدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. سلسلة ومنثبت حشو داخل الحلقة. كمان سلسلة وخمس أعمدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. سلسلة وداخل الحلقة بحشو. كمان سلسلة وخمس أعمدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. سلسلة ونروح على الدائرة الصغننة دي المفتوحة اللي احنا ابتدينا منها وبنقفل فيها بمنزلقة. هيك نكون انهينا البتلة رقم اثنين. نرجع بعشر سلاسل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نرجع الآن على سلسلة البداية ومنعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. بالسابعة بثبت بحشو. بصي صبايا أهو، هي صار عنا بتلتين دلوقتي. دايما بدنا نشتغله تكرار لغاية ما ينتهي معنا السطر. رح اشتغل أنا في بتلة هون بتلتين، ولما نقفل السطر بنرجع سوا. صبايا انهيت أنا بقية البتلات اللي عندي، والآن رح أدخل على البتلة الأخيرة بآخر السطر. كمان رح نرجع نذكر بعضنا، عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ده الذراع الأول للدلاية، بعدها بحط إيدنا عند آخر سلسلة وبنشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، أدي عشرة.
على أول سلسلة من العشرة، وبندخل وبنقفل الحلقة بمنزلقة. بشتغل سلسلة صارت قدامنا كده، بقلب على المقلوب أخذها للطرف الثاني، ورح نشتغل 5 أعمدة داخل الحلقة. 1 2 3 4 5 سلسلة وحشو بداخل الحلقة. ننهي هيك أول بتلة، بنرتفع السلسلة ونشتغل 5 أعمدة كمان. 1 2 3 4 5 سلسلة ومنثبت بحشو كمان سلسلة، وآخر 5 أعمدة. 1 2 3 4 5 وحابين تعملوا أكتر من 3 بتلات براحتكم، هذا ذوقكم صبايا، اعملوا الفن اللي انتو عايزينه. اهو ندخل على الحلقة الأساسية اللي طلعنا منها ومنثبت بمنزلقة، بنكون هيك انهينا الوردة. بنرجع بعشر سلاسل كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نرجع للسطر اللي نحن شغالين عليه صبايا، عندي 1 2 3 4 5 6 وآخر عمود أهو 7، لأن نحن بالأساس أخذينه من المضاعفات العدد 7، منثبت حشو، بنعمل غرزة تثبيت لأن بدنا نقص الخيط. انهينا السطر صبايا، بدنا نقص، ما فينا نرجع برجوع، لا خلص كده انتهى السطر الأول من البتلات اهي. بالسطر الثاني صبايا بدنا نغير اللون وما رح نقلب، يعني رح نرجع معناها نشتغل من رقم 1 لحتى الأخير. رح نبتدي باللون الثاني صبايا، طبعا انتو اختاروا الالوان اللي انتو عايزينها، انا هذا المتوفر عندي دلوقتي اللي الاوف وايت، لحتى بس نعمل كونتراست يعني تضاد بين الالوان فتظهر علينا. نجيب اللون الجديد الان، نلفه كده ونعمل حلقة البداية، ناخدها كده على الابرة تمام، زي ما الشغل قدامنا اهو. رح نجيبه صبايا، رح نبتدي باول وردة، بس خليكم معي بس بالنسبة للتثبيت. الوردة قدامي اهو، رح اقلبها بالطريقة دي، رح اعيد. البتلي قدامي بسطر العدل العادي اللي زي ما هي كده، سطر الوش، رح اقلبها فقط قلب كده. والان بإبرتي رح ادخل داخل الحلقة صبايا، رح ادخل داخل الحلقة، جيب خيطي اللي انا عم بشتغل فيه اهو، اسحب خيط واطلع، لف واطلع من الحلقتين اللي على الابرة، هيك بكون ثبتت. لما بيرجع بصوا بتبان معنا هذا اللون اللي هو انتو شفتوه بالشال الاصلي، كيف داخل معكم الابيض مع الاسود، فعطيكم استراست هنا الكونتراست يعني التضاد هنا بالالوان ده مثل ما هي كده تمام. ورح نطلع بعشر سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اذا هون انهينا منطقة الاتصال وشغالين الان على السطر الثاني. 10 سلاسل ورح نكرر بقى، ناخد 10 للحلقة، 1 2 3 4 بسم الله الرحمن الرحيم، 5 6 7 8 9 10 دول بدي ادخل على اول سلسلة فيهم واقفل بمنزلقة مشان شكل حلقة. شغل سلسلة ومنقلب الشغل وبنشتغل 5 أعمدة داخل حلقة، 1 2 3
أربعة خمسة، سلسلة ومنثبت بحشو داخل الحلقة، منكرر سلسلة وخمس أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهذه خمسة، سلسلة وندخل على الحلقة ونثبت به منزلقة ونكرر. اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سلسلة ندخل على حلقة البداية اللي طلعنا منها ومنثبت بمنزلقة، بنكون انهينا البتل. نرجع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. هون لما بتشتغلوا صبايا دائما كل شوي تجيبوا كده الشال قدامكم حطوه كده حتى تتأكدوا ما تفوتوا، ممكن انتوا عم تشتغلوا تفوتوا وردة وتروحوا للي بعدها، لا حطوا قدامكم كده احنا خلصنا. اذا الان البتلة دي اللي بدنا نشتغل عليها صبايا بدنا نقلبها كده اهي، تمام؟ يلا هاي قدامكم واضحة، اذا انا عم بشتغل، فاذا الان دور البتلة الثانية اهي، اقلبوها بس كده، خلوا الخلف باتجاهكم، ادخلوا داخل الحلقة، اسحبوا الخيط وثبتوا بغرزة حشو، خلوا الحشو هنا صغاية مرتاح، لا تشدوا كتير لان احنا عايزين المسافة دي تبان من داخل الحلقة. دخلوا ابرتكم وخلوه مرتاح، اسحبوا واطلعوا من الحلقتين، هيك بتكونوا ثبتوا بالبتلة الثانية والعنق. خلصت كده، ثبتنا معناها ادي البتلة اهي صغار، تم تثبيتها. الان تكرار، رح نطلع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، حطوا ايدكم عند اخر سلسلة وعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، ادخلوا على اول سلسلة من العشرة، ثبتوا بمنزلقة، هيك صارت عندكم الحلقة سلسلة وقلبوا، اشتغلوا خمس اعمدة داخل الحلقة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، سلسلة وثبتوا بحشو. انهينا البتلة، منكررها سلسلة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، سلسلة حشو، كمان سلسلة وخمس اعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سلسلة وادخلوا على الحلقة اللي في الوسط دي وثبتوا بمنزلقة. خلصت معنا الوردة، نطلع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وادي عشرة. وين بدنا نثبتها؟ بصوا صبايا اهو نحن شغالين دلوقتي، هاي واحدة، هاي الوردة اللي جنبها، داخلين الان على رقم ثلاثة اهي جنب اهي دي، بقلبها بدخل بداخلها، بشتغل غرزة حشو مرتاحة،
برجع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، هيك بكون ثبتت. وهي عنا البتلة إحي. وصلنا الآن للحلقة، رح نكمل كمان حلقة ونرجع نثبت. كررت صبايا بنفس الطريقة، ولما وصلت لآخر بتلة أديني رجعت لكم أهو. وصلنا عند البتلة الأخيرة، رح نقلبها كذا، ندخل داخل الحلقة، نسحب خيطنا ونريح غرزة الحشو ونشتغلها، ونثبت غرزة التثبيت ونقص. ليه؟ لأنه السطر خلص معنا، ونحن الخيط بكل سطر لازم ننهي ونرجع نشتغل على الوش الصبايا. نشوف السطر الثاني. بصوا بقى، أول سطر كان عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، السطر الثاني واحد اثنين ثلاثة أربعة، السطر الجاي رح يكون ثلاثة، لأن احنا شغالين صبايا بشكل مثلث، بكل مرة رح ينقص عنا بتلة، لأنه بنطلع من داخل الوردة الأولى بننزل ومنشكل وبنرجع منثبت، منشكل ومنثبت، هنا بنرجع منثبت، رح يكون عنا السطر القادم ثلاث بتلات. بدي ارجع فيهم أنا للون الأصفر، انتو بإمكانكم تقولي ممكن أكتر من لونين، طبعا طبعا صبايا اختاروا الألوان بدكم إياها، ممكن جدا تعملوا سلسلة الألوان اللي بتريحكم، ممكن تعملوا قوس المطر، أنا كتير بحب ألوان البنفسجي مع البرتقالي مع النيلي مع الأصفر، بإمكانكم تشكلوا بالألوان مثل ما أنتم بدكم. بدكم تعملوا لون واحد؟ أوكي، بس لابد من قطع الخيط وإنكم ترجعوا مرة تانية. رجعت للخيط الأصفر صبايا، خيطي على إيدي، بلف وبسحب منه غرزة وبعملها حلقة زي ما تكون عقدة البداية، تمام؟ الآن قدامنا الشكل أهو اللي بدنا نشتغل فيها البتلة دي، رح نطويها أهو، ندخل داخل الحلقة نسحب خيطنا، صار عندي الآن الحلقتين دول، بلف وبطلع منهم وبرد بقول خلوها مرتاحة. وابتدينا الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ده أول ذراع. الآن أول حلقة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، على أول حلقة من العشرة وثبتوا بمنزلقة واقفلوا سلسلة، اقلبوا الحلقة، ادخلوا اشتغلوا خمس أعمدة. شغلنا صار مكرر صبايا وسهل، ثلاثة أربعة خمسة، سلسلة ثبتوا بحشو في الحلقة، سلسلة خمس أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سلسلة حشو، سلسلة والبتلة الأخيرة كمان خمس أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سلسلة وبنرجع للفتحة اللي طلعنا منها بنثبت بمنزلقة. انهينا البتلة صبايا، نرجع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. الآن شوفوا، الآن شغالين بلونين مختلفين، هيسهل علينا كتير. طالما أنا شغالة الآن بالأصفر فمعناها عم ثبت باللون الأوف وايت صبايا، لو أنا عم بشتغل بنفس اللون ممكن أغلط وثبت هنا، لأني شغالة بلونين بعرف إنه أنا الآن عم بشتغل باللون الأصفر في اللون الأوف وايت. لقيت حالي هتلخبط؟ لا، حطوا الشال كل شوي
فردوا قدامكم كده، لو شغالين بلون واحد فردوا الشال قدامكم كده عشان تحددوا البتلي، لان لو انتم شغالين والشال هيبقى معاكم كبير ويكون عندكم عدد بتلات كتير كبير يمكن تتلخبطوا وتثبتوا هنا صبايا. مو سهل انكم بعد ما تخلصوا السطر تروحوا تفكوه، اذا يا اما فردوا قدامكم كده او لو شغالين انتم بلونين رح يكون مسهل عليكم. طالما انا شغال الان بالاصفر فانا عم ثبت بالاوف وايت. الان دور البتلي الثانية اهي دي، رح اقلبها جيب خيطنا قلبتها قدامي بدخل داخل الحلقة، مش الفتحة الصغيرة لا صبايا، للحلقة الكبيرة دي اسحبوا خيطكم ريحوا واعملوا غرزة حشو وارجعوا للعشر سلاسل. خلصنا هيك اول عشرة، شوفوا التثبيت بقى اهو صبايا، تم التثبيت بالبتلة دي. الان انهينا العشرة اللي هن الذراع، الان عندي العشرة بتوع الحلقة. على اول سلسلة من العشرة ثبتوا بمنزلقة سلسلة وقلبوا الشغل، بتصير الحلقة على يساركم كده سهل عليكم شغل صبايا. لفوا وادخلوا عملوا البتلة الاولى خمس اعمدة، برجع بقول عدد الاعمدة صبايا انتو بتحددوا، سلسلة ادخلوا على الحشو، لو خيطكم ارفع اشتغلوا عدد اعمدة اكتر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سلسلة ومنثبت بحشو. بدل الاخيرة سلسلة وخمس اعمدة عم بستعجل مكان الاعمدة صبايا لانه سهل. الان اخر سلسلة والحلقة اللي طلعنا منها من هنا ندخل بمنزلقة مننهي الوردة بنرجع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الان ذراع بقدر الذراع ده مباشرة شغالي انا فين اهو. اذا هاي شغلنا البتلة دي اللي تدور عليها، ندخل منجيبها اهو منقلب ندخل بالحلقة منثبت بحشو. خلاص ثبتنا الصبايا منرجع بعشر سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الآن بما أنه رجعنا معناها من نأسس لبتلة جديدة، معناها عنا كمان عشرة ونقفل بمنزلقة. بأول سلسلة من العشرة سلسلة ومنقلب الشغل، تبقى الحلقة لليسار منكمل فيها البتلة، رح كمل ونرجع صبايا. انهيت شغل البتلة صبايا، عندي اخر بتلة بدي ثبت فيها، برجع وبقول شوفوا كنا هنا خمسة، السطر التالي اربعة، السطر اللي بعده ثلاثة، لان احنا نازلين من الكبير للصغير وننتهي بالاخر بوردة واحدة لحتى نشكل المثلث. اذا الان عندي البتلة الاخيرة اهي، نقلبها كده للأمام بصير الخلف إلنا، ندخل بالحلقة وبنشتغل غرزة حشو مرتاح. سلسلة التثبيت فقط صبايا، انهينا السطر، السطر لازم نقصه حتى لو كان الخيط نفس اللون شغالين، لأنه بنهاية كل سطر لازم ننهي، لأنه شغلنا بده يكون على وش واحد، الورود كلها دي بده تكون على وش واحد. ابتدأ اهو الآن معناها بدي أرجع لأشتغل بالأوف وايت، ورح يكون عندي الآن بتلة
اتنين كارين الصبايا اللون الجديد. ادي الخيط، لفيت حلقة سحبت منها حلقة حليتها على الابرة، جيت للبتلة الاولى اللي هي باللون الاصفر، نقلبها وندخل اهو. زين انا شغالة الان على الاصفر لاني بدي ادخل الاوف وايت. البتلة الاولى قدامي اهو، بقلبها كده صارت قدامي، ندخل بالفراغ الكبير، نسحب خيطنا، منلف وبنطلع من الحلقتين ونكون ثبتنا. اذا هيك خلاص تم تثبيت البتلة الاولى. نطلع بعشر سلاسل مثل العادة، ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، دول ذراع. بنرجع بعدين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وبندخل على اول سلسلة ومنثبت بمنزلقة سلسلة ومنقلب الحلقة. صير الحلقة على يسارنا، بندخل بنعمل ثلاث بتلات، كل بتلة فيها خمس اعمدة. شغلنا كتير مكرر صبايا، فقط اللي بيهمنا انه نحن عم نشتغل دائما نقلب الشال قدامنا لحتى ما نثبت بالبتل الخطأ. لو ثبتنا بالبتل الخطأ انتم مضطرين تفكوا السطر كله. سلسلة نرجع للحلقة اللي طلعنا منها صبايا دي، وبنرجع بعشر سلاسل. تسعة عشر كمان اهو، تحطه قدامي كده. شغالي الان انا على اللون الاصفر، دي بتلة رقم واحد، دي البتلة رقم اثنين. نرجع بسم الله، بتلة دي اللي نحن محتاجينها، نقلبها كده وندخل وحشو ومنكمل عشر سلاسل. رح كمل البتلة ونرجع. انهيت الشغل صبايا وبدي ثبت. احنا وين شغالين؟ على البتلات الصفراء. عندي الان هذه البتلة الاخيرة، نجيب البتلة نقلبها، ندخل ونثبت بحشو. هيك نكون انهينا السطر، معناها بدنا نقص الخيط اهو. تمام، نقص الخيط ومندخل اللون الجديد. الآن بدي انهي باللون الأصفر، ورح يكون عندي بتلة واحدة فقط بتوصل ما بين البتلة دي والبتلة دي. حلقتنا على الإبرة، مكرر صار شغلنا صبايا. الآن نقلب، ندخل نسحب خيطنا، حشو وعشر سلاسل. عشر ذراع ثم عشر للحلقة، واحد اثنين من هي. بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وعلى أول سلسلة. سلسلة ونقلب الحلقة، وثلاث بتلات في كل بتلة خمس أعمدة.
خمسة صبايا. انتهى معانا الشكل المثلث اهو. ابتدينا بخمس بدلات، خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد، بكل سطر رح يتناقص معنا. احنا اخذنا فكرة ايا كانت الان مساحة الشال، سهلة عليكم كتير الشغل فيه. الان بنجي لتنظيف الشال صبايا، من اسهل الاشياء يعني اسهل المشغولات اللي انا لقيتها بالتنظيف. شوفوا دائما بينتهي اللون مخالف للون اللي بدي اخفي بداخله. ببلش باول بدلة اهي، ادخلوا تحت الاعمدة من هنا مشان الصبايا المبتدئات اللي ما بيعرفوا يخفوا الخيوط. تمام، الخيط اللي احنا قاطعينه اسحبوه. بسم الله، فيكم تاخدوا وتلفوا في البتلة كلها اهي، تم اخفاءه تماما. كمان على مجموعة الاعمدة الثانية كمان دخلوا الخيط واسحبوا. بسم الله، كمان حبيتوا تلفوا فيه يعني زيادة في التثبيت اهو، كمان نلف. انا اخر شي دائما بسحبه كده بخليه على طبقتين، بنقص الخيط الزايد. من اسهل المشاريع اللي ممكن تنظيف الخيوط فيها صبايا، شوف هاي البتلة ولا عادت باينة، كمان بتنظفوا بقية الورود بنفس الطريقة. صار واضح بالنسبة لكم صبايا؟ سهل تنفيذه، ممتع حتى، يعني بالشغل ممتع كتير شغله، لما تجربوا رح تلاقوا كتير ممتع، بينجز معكم يعني بياخد وقت كتير كبير بالإنجاز. إن شاء الله أكون فتكون صبايا بالنسبة لهالشال. بدي أرجع بس للشال الأصلي صبايا اللي أنا عاملته مشان في فكرة إنه خطرت لي بإمكانكم أنتوا تعملوها. الغرزة دي أول شي بإمكانكم استخدامها كمان ستائر، برقع ستاير سواء بالشكل المستطيل او بالشكل المثلث، كمان بتطلع كتير حلوة. احيانا الواحد بيبقى بالممرات ما بين الكوريدورات كمان بيطلع حلو كتير، خاصة اذا اخترتوا بقى الوان اشتغلتوه بخيط الصياد يعني بخيط لمع براحتكم. بس في فكرة تانية انه ده بيتشغل منه بيبي دولات كتير بيبقى حلو، انكم بتبتدوا اول كل بسلسلة بمحيط الصدر من فوق، يعني مثلا ناخذها من فوق الصدر من تحت الابط تقريبا، لانه بامكاننا نعمله بعدين يعني بعليقات. واخدين بالكم صبايا اهو، السلسله بتكون بمقدار دوران الصدر من فوق، مش اكبر ارتفاع، لا دوران اللي تحت الابط مباشره، بتفهم تحت الابط وبتطلعوا بالسلسله اللي هي بالدوران وبتقفلوها وبتبلشوا بتشتغلوا بنفس الطريقة دوران لحالة. هون ثمانكم مضطرين حتى ما بصير عندكم تناقص، بيبقى عادي كل بتلة على البتلة اللي وراها لحتى تنهو السطر، فما بيطلع معكم بشكل مثلث لحاله، رح يطلع معكم بشكل مستطيل. بتشتغلوا طبعا للطول البابي دول اللي بدكم اياه. بس في شغله مهمه صبايا بهذا يعني المشروع، انه مشان يعطيكم وسع وانتم نازلين لتحت، دائما خلوا كانكم عم تشتغلوا تزايد، فبتدوا السطر الاول باقرب ما يمكن لهون، يعني ممكن كل ثلاث او اربع سلاسل تبتدوا الورده بالنسبه لكم للتشكيل الجديد، فبيبقى من فوق يعني الامام على بعضه، بس لما بينزل على الجسم لتحت لان احنا بننزل باتساع، فهو لحاله رح يعطيكم هذا الاتساع. هاي فكرة انا بالنسبة لي يعني، انه ممكن اعمل منها بلوزة يعني لبنوتة بهي الطريقة اللي انا عملكم اياها، فحبيت يعني اشركم معي بالفكرة، رح يطلع كتير كتير حلو. ان شاء الله يا رب يكون هالفيديو صبايا سهل عليكم هالشال، وكان شغله كتير واضح. حتى القاكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي رجعت لكم، ده مش رح اخسره صبايا، انا رح خليه كلي الشكل اللي احنا عملناه. شوفوا حلو قد ايه اهو، يعني رح اعمله من هون سلاسل، وممكن ادخل طعمه يعني بسلسله فضيه من هنا او ذهبيه ويبقى كلي خلاص، يعني مش حخسره.